نتتم مع الفيديو تاع البلاطو ليوبار. راح نديرو حامل الحلويات تقريبا ليوبار لكن ليس بالقماش. هنا راح اعتمد على التقنية تاع الرسم في خلف الوعاء هذا للصحن. راح ندير الغلياف دوائر عشوائية عشوائية مثل اللي موجودة في جلد النمر ليوبار. الغلياف هذا يحدد على الزجاج ما يخليش الصباغة اللي ديريها في الوسط تسيح، يعني هو اللي راح يحافظها على الشكل تاعها. في نفس الوقت قادرين تستعملوه لوحده، يعني تعمروا به وحده. انا هنا راح نعمر بالجليتير. استمر بنفس الطريقة هذه ظن يتبان. بعدها نعمرها بالجليتر ونصبغها صباغة سوداء. أنا عندي هذا كنت خدمته من قبل الكاندي جار تاع البلارة، لكن الآن لست بحاجة إليه. راح نقص هذا البلاستيك هنايا ونثبت هذا الصحن لما يجف على هذه القاعدة باش نحصل على حامل الحلويات. هنا كما راكم تشوفوا الغلياف يبقى هنا وانا راني نعمر الداخل بالجليتير. الغلياف هو المحدد، هو اللي يحدد لنا الرسمه، ما يخليش اي صباغه درتيها او طلاء درتيه ما راحش يتسرب او يهرب على المكان اللي حددتيه. انا كنت هنا بديت، راح نكمل نحطوا نقطه ونمشوها على حسب الدائرة اللي كديرتها أو على حسب الرشمة اللي كديرتها. تقنية جد سهلة خصوصا على الزجاج كي يكون عندك رسمة. لنا أعمال أخرى مع الغلياف، الآيات القرآنية اللي باش نصنعو مخطوطات إسلامية للديكورات. ما كنت درت فيديو لكن ما كنتش دايره الدرس فيه كما يجب، انا فقط حطيتهم في اطار. لكن المره القادمه يكون درس كيفاش نحفروا الفودان باش نحطوا الغولياف ونتبعوا الخط الاسلامي. انا راح نكمل بهذا الشكل، نعمر كل هذا النقشات. لازمها تجف مليح، بعد ما تجف راح نحط لها الصباغه السوداء بالبخاخ. هي ماشي مشكل، كان يكون عندك من الاخرى الزيتيه تاع العلب تحطي منها خاصه بال الأبواب والنوافذ هذيك، يعني البراقة، الصباغة السوداء براقة زيتية ولا فرنسية لا لاك. كاين علب صغيرة تاع 500 غرام، اللي ما حبتش هذيك تستعمل البخاخ، البخاخ أسود نفس الشيء. أنا راح نكمل وريكم الشكل النهائي.
بعد ما جفت الصبغة السوداء ضفت لها الصبغة دائما بالبخاخ الذهبية، لازم نجف مليح مليح باش نلصقها مع السيبور تاعها. هنا بعد ما جفوا هذو السيبور مع الصحن، انا هنا عاود درت الورنيش الشفاف اللي هو فيرني ترانسبارون. كما دائما نكرر لكم بلي انا استعملت الخشب فيرني ترانسبارون بدون لون شفاف. هنا راح ندير B7000 باش نلصق السيبو على الصحن، حاول نجبه في الوسط. راح نزيد الغراء هذا الاماكن اللي راهي تبان لنا شغل فارغه، خليه يثبت. ثم راح نكمل هنا كاع المحيط تاعهم بالبي سي تي ونشوفوا الشكل النهائي.